انا اصلا بحضرتك منور الاستوديو طبعا. مرة تسلم لي غير حاضر. بالمسا على ربابة، سيب ربابة تقول لكم مساء موضوع الخير يا الحلقة. اسلام. كلنا الفترة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات كان عندنا استياء جامد جدا، وكنا متضايقين جامد جدا من الفيديو اللي اتنشر بتاع اساءة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حد شاف الموضوع من منطلق يخصه، اللي شافه ان هي ازاي نسكت، لا ده المسيحيين بيعملوا في المسلمين، وحد تاني شاف لا ان هو عنصر سيء ما ينفعش نذكره بالمسيحيين، والمسيحيين نفسهم اللي كان ليهم رد فعل قوي جدا من اول لحظه مسانده المسلمين ورفضهم تماما للي حصل. معانا شباب شفناهم بينزلوا يوزعوا، شباب مسيحيين بينزلوا يوزعوا مصاحف كهديه ونوع تعبير عن ان هم رافضين ده. شفنا كتير من الناس بتقول لا احنا معاكم، احنا معاكم في الشارع ومعاكم في رمضان ومعاكم في الفطار ومعاكم في كل حاجه، مسانده المسلمين والمسيحيين لبعض وقت الشدائد. برحب بحضرتك يا دكتور احمد. طبعا الموضوع سير الراي العام جدا وسير الناس كلها مسلمين ومسيحيين، عايز اعرف راي حضرتك. أكيد طبعا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عليه سيدنا الصلاة والسلام. محمد وعلى آله وصحبه عليه وسلم الصلاة والسلام. تسليما كثيرا. الموضوع لابد أن نعرف تماما أنه هو شعور واعتقاد إيماني، فإذا جاء المساس على عقائد الإسلام أو على أي عقيدة كانت لابد من الآخرين أن يكون لهم يعني دورا في التعبير عن معتقداتهم وغيرهم. فما نراه ليس بوليد العصر والمذكور الذي يخرج على احد الفضائيات ويتكلم عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لو تتبعنا يعني سلسله حلقاته لوجدناه منذ اعوام وهو يتكلم. وماذا من فعل 15 سنه وماذا يفعل كلامه؟ ولا اقول له الا كلمه واحده، وهل يضر الكلاب نبح الكلاب السماء؟ الكلاب بتنبح في الارض، هل تضر السماء؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم سماء عاليه، نجم ساطع، لا يضره كلام هؤلاء. يكفي نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي تعهد بنصرته وتعهد برد كل مستهزئ عنه هو المولى عز وجل. المولى تبارك وتعالى في القرآن خاطب النبي فقال له إنا كفيناك المستهزئين، وقال تعالى عن نصرته إلا تنصروه فقد نصره الله. فالمولى تبارك وتعالى كافي النبي، والنبي والمولى تبارك وتعالى محافظ على النبي. فهذه الشعور الذي رأيناه في المجتمع المصري من بين أقباط وبين مسلمين حول ما فعل، هذا شيء بديهي وتحرك عاطفي ومحبة ليس بعدها محبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايزة بس أسأل حضرتك حاجة، هو موجود وبيعمل فيديوهات الإساءة دي من سنين كتير جدا، الكنيسة أخذت قرار وفصلاه من أكتر من 8 سنين أو أكتر، هو مش عايش في مصر، اللي حصل ده مقصود بيه فتنة بين المسلمين والمسيحيين ولا هي مجرد حد بيعمل فيديوهات فيها إساءة؟ إن كان هو مجرد فتنة فلا بد من ردعها، وإن كان مجرد واحد بس وبيعمل إساءة برضه لا بد من توقيفه. معلش أن مؤسسات الدولة قادرة على كل شيء، فالمفروض يبقى هناك بعض عشان هو برا مصر أيا كان، هناك في يعني ارتباط دبلوماسي بين الدول بعضها البعض. المساس بالأديان والاعتقادات لابد أن يكون لها يعني ردع، قانون ردع كامل. أنا لا أتكلم عن الإسلام بصفة خاصة، أتكلم عن جميع الديانات. الديانات كلها من عند المولى تبارك وتعالى بأخلاقها وقيمها، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فلا يجوز لأي إنسان كائن كان أن يتجرأ على المعتقدات والأديان أيا كان هو، فلا بد أن يكون هنا قانون ردع لأيا كان في أي ديانة يتكلم. فهذا لابد ان يعني نناشد من هذا المنبر، منبركم، لكل المسؤولين وفخامه الرئيس بذات نفسه على ان 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 يعني ان 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 يلقى حلا واضحا مع هذا الذي يتكلم في الديانات او يتكلم في اي شيء او اي انسان يشير فتنه. ولذلك احنا كمجتمع مصري كلنا نأبى الفتنه، وحربنا كلها دائما على الفتنه التي تقوم بين المصريين، فهذه من اكبر الفتن. ليست الفتنه في الاكل والشرب والعيش والوطن فقط، إنما الفتنة في الاعتقاد هي أكبر فتنة على الأرض. دكتور أحمد أستأذن حضرتك في عجالة كده، هو ليه وجهة نظر أخرى. أنا طبعا شايف إن كل الناس النهاردة، هو أكيد هو شخص مأجور، يعني مش هقدر أقول عليه غير شخص مأجور، كويس؟ لأن النهاردة المسلم والمسيحي إحنا بناكله ونشربه وننامه جنب بعض وعايشين حياتنا، ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي في مصر. ولكن النهاردة إحنا بنشوف زي ما حضرتك شايف ناس كتير على السوشيال ميديا من المسلمين بيخشوا يتهكموا ويشتموا، دي أخلاق